يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على ليف ان بلس، اشتهر جدا في الفتره الاخيره، ف انا هعمل لكم عليه ريفيو صغير كده. هل هو فعلا يستاهل الضجه اللي اتعملت عليه وانتشاره؟ هل فعلا جاب نتيجه معايا ولا ما جابش اي نتيجه؟ هل هو فعلا رطب الشعر وشعري كان مش هايش وكده ما استخدمته، ولا ملوش لازمه؟ فلو حابين تعرفوا رأيي بصراحة تابعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على الدرس الصغير اللي تحت وتعملوا لايك، ويلا بينا نبتدي. بصراحة أنا بصراحة يعني ما حبيتش أبدا بليس بصراحة، يعني حسيته ما جابش معايا اي نتيجة، خلى شعري ناشف، حسيته ناشف لشعري، مع اني يعني الليف ان ده بتحطيه وشعرك مبلول. فعملت بالظبط نفس الطريقة اللي المفروض يتحط بيها، ما حسيته ناشف لشعري كده، وشعري بقى ملمسه بقى وحش، ما عجبنيش بصراحة، وحسيته شوية مزيت وملزق كده لا بصراحة نتيجته ما عجبتنيش ابدا ابدا، النتيجة بتاعته حاسه ان هو اشتهر على الفاضي، ويعني بصراحه ما انصحش حد يشتريه، ما عجبنيش ابدا ابدا بصراحه، يعني ما حسيتش ليه لازمه. فانا قلت بقى ايه، ما دام اشتريته كده فهعمله بقى كديب كونديشنر، عشان حرام ارميه، فبستخدمه كحمام كريم. بس كليف ان هو يمنع الهيشان ويرطب الشعر والكلام ده كله، ما جابش نتيجة ابدا معايا، وما حبيتهوش، حسيت ان هو بيلزق الشعر وبيخلي ملمس الشعر مش حلو. وسمعت كمان كتير انه ناس كتير اشتكت من كتر استخدامه، انا مش متأكدة من المعلومة دي، بس سمعت من كذا حد يعني ان هو بعد استخدام، يعني بعد استخدامه فترة بيوقع الشعر. فمش عارفة النتيجة دي سببها ان هم حطوها في فروة الراس، ولا هو فعلا بيوقع شعره. بصراحة انا ما لاحظتش حاجة، ما لاحظتش ان هو وقع لي شعري، بس يعني ايه، حسيت ان هو ما جابش معايا نتيجة، يعني حسيت ان هو ملهوش لازمة بصراحة. انا بستخدمه بس كحمام كريم، و بس هو ده كان الريفيو عنه. هو بصراحة ملهوش لازمة، ما حبيتهوش أبدا. لو ليكي رأي تاني ف ياريت تقولي لي رأيك يعني، بس أنا بصراحة ما جابش معايا نتيجة. و بس كده، هو ده الريفيو بتاعي النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، وياريت تعملولي سبسكرايب، وباي باي.